في هذا النقل الحي والمباشر من هنا من أرضية هذا الميدان في هذا المهرجان، مهرجان سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي. ها هي انطلاقة الشوط الثاني، والشوط الثاني يضم نخبة من اللقايا الابكار المهجنات العصايل لأصحاب السمو الشيوخ. مسافتنا 5 كيلومتر، جوائزنا من المركز الأول سيارة، بقية المراكز حتى المركز العاشر جوائز نقدية مباشرة. نسير بكم مع مقدمة هذا الشوط لنستطلع نحن وأنتم على المقدمة. أرى اللي في المركز الأول جمايل على المقدمة لهجن الرياسة بقيادة المضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. المركز الثاني الشاهينية لهجن العاصفة بقيادة المضمر غياث الهلالي. ننتقل إلى المركز الثالث، وفي المركز الثالث الشاهينية لهجن الرياسة بقيادة المضمر راشد بن محمد بسم المنصوري. المركز الرابع العابر لهجن الرياسة بقيادة المضمر محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. وفي المركز الخامس الشاهينية لهجن العاصفة بقيادة المضمر غياث الهلالي، مضمر الشاهينية الذي انتزعت الشوط الأول شوط المحليات وأهدت الشوط الأول لمالك هجن العاصفة فزاع سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وجماهير هجن العاصفة. المركز السادس هنا الشاهينية لهجن العاصفة بقيادة المضمر غياث الهلالي. المركز السابع أيضا الشاهينية لهجن العاصفة بقيادة المضمر غياث الهلالي. ناخذ اللي على المركز الثامن، وفي المركز الثامن هملولة لهجن الرياسة بقيادة مضمر علي بن جميل الوهيبي. وفي المركز التاسع ناخذ اللي على المركز التاسع في هذه اللحظات أسرار لهجن الرياسة بقيادة المضمر محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. وفي المركز العاشر الشاهينية لهجن العاصفة بقيادة المضمر غياث الهلالي. هذه النتيجة، هذا أول نداء للمراكز العشر الأوائل. ونرجع إلى مقدمة هذا الشوط، إلى الصراع على المقدمة. أرى هجن العاصفة بدأت تعصف على مقدمة هذا الشوط، الشاهينية تغير تنتقل إلى مقدمة هذا الشوط لهجن العاصفة بقيادة المضمر غياث الهلالي. يا ما سجل حروف من ذهب مع هذه المؤسسة، مؤسسة هجن العاصفة الذي انتزعت الرموز والكاسات والخناجر والأشدة والبنادق على أرضية الدولة خارج أرضية الدولة. ها هو الشعار الملكي على مقدمة هذا الشوط. ننتقل إلى المركز الثاني، جمايل على المركز الثاني لهجن الرياسة بهذا الشعار الحمر لون الخطر الذي أنجز العديد والعديد على أرضية الدولة خارج أرضية الدولة، من سيوف من خنادج من بنادق بقيادة المضمر العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. المركز الثالث الشاهينية لهجن العاصفة بقيادة المضمر غياث الهلالي. ننتقل إلى المركز الرابع، الشاهينية لهجن الرياسة بقيادة المضمر المستحيل الذي لا يعرف المستحيل في هذا العالم، عالم سباقات الهجن راشد بن محمد بسم المنصوري في التضمير وفي التدريب. المركز الخامس الشاهينية لهجن العاصفة بقيادة المضمر غياث الهلالي. 1200 ما تبقى
عن خط النهاية. يلا يا أخوان، يلا يا مضمرين، يلا يا غياث، يلا يا العملاق، يلا يا المتحد المجازف، يلا أيضا يا بسام اللي بيحرك يحرك. الميدان موجود والاتجاه إلى المنصة الرئيسية وإلى خط النهاية. تجاوزنا لوحة الكيلو المتر الأخير بقيادة هجن العاصفة، بقيادة الشاهينية تحمل رقم واحد، وهي في رقم واحد وفي مكان الأول على أجواء ميدان المرموم في هذه الأجواء الحلوة، في هذا الحضور السامي من سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم، وأيضا حضور سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن رايد المكتوم. ها هي هجن العاصفة، ثنائي خطير على المقدمة. يا السلام، شاهينية تتقدم، شاهينية تتأخر، الشاهينية إلى المقدمة تسابق الطيور، تسابق الحمام على مقدمة هذا الشوط. ها هي الشاهينية لهجن العاصفة بقيادة المضمر، المضمر غياذ الهلالي. هجن الرياسة قادمة مع جمايل، جمايل بقيادة العملاق سلطان بن محمد بن سالم الويبي. المعركة طاحنة، المعركة طاحنة بين غياث بين العملاق، غياث العملاق، هجن الرياسة. سلام يا هجن الرياسة، سلام لهجن الرياسة، تهانينا لمالك هجن الرياسة سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله ورعاه على ما تقدمه هجن الرياسة. تهانينا من الأعماق. المركز الثاني الشاهينية لهجن العاصفة، المركز الثالث الشاهينية لهجن العاصفة، المركز الرابع الشاهينية لهجن العاصفة، المركز الخامس أيضا الشاهينية لهجن العاصفة. هذه النتيجة. جمايل تتجمل، تتجمل بهذا الشوط، شوط المهجنات في زمن وقدرة، 7 دقائق 15 ثانية، 6 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن الرياسة، سلام يا هجن الرياسة، سلام على هذا الأداء المتميز، سلام للعملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، نار على علم مضمر من عيار الثقيل. المركز الثاني الشاهينية أيضا قاطعة مسافة 5 كيلومتر في 7 دقائق 16 ثانية، جزء واحد من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة، تهانينا للمضمر غياذ الهلالي. المركز الثالث هنا الشاهينية، 7 دقائق 17 ثانية 5 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة، تهانينا للمضمر غياذ الهلالي، تهانينا للجميع، تهانينا على ما تقدمه هذا المؤسسات.